ألف سلامة عليك يا ماما، الحمد لله إني طمنت عليكي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. لكن قولي لي يا ميرفت، انت ايه اللي اخرك عني لحد دلوقتي؟ اصل انا كنت تعبانه شويه يا ماما. ده انا حتى كنت معاها في البيت، واول ما ارتاحت جت عشان تشوف حضرتك على طول. حتى انت يا ريم هتكذبي عليا؟ انا قلبي حاسس ان في حاجه حصلت وكلكم مخبينها عني. ابدا يا طنط، مفيش حاجه يا ماما، هنخبي عليكي ايه بس؟ يعني تعبك ده كان عشان الحمل؟ ايوه يا ماما ايوه. طب ومدحت؟ ماله يا ماما؟ ازيه؟ كويس يا ماما كويس. ما تزعليش يا ميرفت، ما تزعليش يا حبيبتي، وكويس ان هو ظهر لك على حقيقته. والكلام اللي انا سمعته واللي قاله لك عني ما هوش غريب على واحد زيه، لان هو ده مدحت، هو ده مدحت اللي كانت فكرتي عنه في محلها. وانا كنت متاكده ان الازمه اللي جات لك دي بسبب الكلام اللي قاله لي وسمعتيه. لا يا حبيبتي، الازمه اللي حصلت لي دي كان سببها خوفي عليكي انتي، عشان ما توفقتيش في اختيارك، ما كنتيش شايفه فيه اللي انا شايفاه. ارجوك يا ماما ما تزعليش نفسك، المهم بس دلوقتي انك تقومي بالسلامه وتسافري وتعملي العمليه وترجعي لنا زي الاول واحسن. وانا اوعدك يا ماما ان انا ان شاء الله باذن الله هصلح غلطتي دي. انا اسفه اسفه قوي يا ماما، اسفه اني ما سمعتش كلامك واتجوزت مدحت وجريت ورا عواطفي. ما شاء الله ما شاء الله، الدنيا كلها فيها قمر واحد وانا عندي ثلاث قمرات، الحاجه وبنتها وصاحبتها. ميرسي يا عم. اهلا يا وهدان. اهلا بيك يا ست الكل. ها ميرفت، حاسه احسن دلوقتي؟ انت عارفه اصل ميرفت امبارح جالها شويه مغص كده، بس اتدلعت علينا، هنعمل ايه؟ ما احنا ما عندناش غيرها، هي ميرفت واحده بس في حياتنا. ميرفت مش انت طمنتي على مامتك خلاص؟ مش تروحي بقى؟ بس انا عمي ما اقدرش اسيبها لوحدها. يا حبيبتي انت تعبانه ما نمتيش كويس امبارح، روحي عشان تستريحي. انا رايي كده برضو يا عم. يلا وصلك معايا يا ميرفت. هبقى اجي لك تاني حبيبتي. السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. ميرفت. نعم. خلي بالك من نفسك. حاضر يا امي حاضر. سلامتك. مع السلامة. مع السلامة. ده ايه النور ده كله يا ست الكل؟ ده انت النهارده زي الفل، عيني عليكي بارده. صحيح يا وهدان. هو انا عمري كذبت عليكي؟ ده انت لسه كمان بعد ما تعملي العمليه هتنوري اكتر واكتر. يا ريت يا وهدان، يا ريت يا حبيبي. تعرف انا نفسي أعمل العملية وتنجح وأرجع إن شاء الله. عايزك تاخدني في حتة فيها بحر وأقعد أنا وأنت قدام البحر كتير كتير قوي، ونشوف سوا الشمس وهي بتغرب. بس كده؟ دي حاجة بسيطة قوي، أنت بس تشد حيلك وانا هعمل لك كل اللي نفسك فيه، حتى لو طلبت نجمه من السما همد ايدي وجيبها لك بنفسي. بس قولي لي بقى يا غاليه، انت ايه اللي زعلك وخلاك تتعبي بالشكل ده؟ مفيش حاجه مفيش حاجه يا وهدى. لا في، الدكتور رفعت قال ان في زعله كبيره قوي هي اللي رفعت لك الضغط. قولي لي يا حبيبتي ايه اللي زعلك؟ انا زعلتك في حاجه؟ هو انت عمرك زعلتني في حاجه ابدا يا وهدى؟ امال ايه اللي حصل بس؟ صرحيني يا منيرة. هقول لك يا وهدي. أنا قلت الولاية هتروح فيها، طلعت زي القطط بسبع ترواح يا سوق. أهم حاجة إن مراتك تنفذ اللي قلت لها عليه. ما أعتقدش إن ده هيحصل يا سوق، البنت بتحب أمها أوي، ما أعتقدش إنها هتسمع كلامي. واللي زاد الطين بلة عملية الإيقاظ اللي حصلت والمصيبة اللي حصلت لنا. وأدي العيل اللي أنا كنت حاطط أملي عليه هو نزل وراح يا سوق. اللي راح ممكن يتعوض، اهم حاجه ان مراتك تفضل متمسكه بيك. هي زعلانه مني واخده على خاطرها حبتين وعايشه في الدور، يعني شويه زعل وهيروحوا الحال سبيلهم، واديني عمال اسايس وطبطب. طب والبت دي لو فضلت على موقفها وما لانتش؟ برضه هفضل اسايس وطبطب لحد ما بيب دماغها، لاني لازم اوصل للي انا عايزه اسوق. اذا ما كانش النهارده يبقى بكره.
ايه اخرة العياط ده بس يا ميرفت يا حبيبتي؟ كنتي زعلانة على البيبي اللي راح، بكرة ان شاء الله ربنا يعوضك بغيره. انا صحيح زعلانة عليه، بس في نفس الوقت بحمد ربنا ان ده حصل، عشان ما فيش حاجة تربط بيني وبين مدحت. انتي بتقولي كده بس بسبب الكلام اللي قاله اللي كانت نتيجته اللي حصل لوالدتك، وهو ده السبب الحقيقي اللي غيرني من ناحية مدحت. معلش، بكرة لما تروقي وطنط تخف وترجع بالسلامة هتنسي كل حاجة. لا يا ريم لا. يا ميرفت انا عارفاكي كويس وعارفة قد انتي بتحبي مدحت. انا كنت بحب مدحت، لكن انا اتصدمت في صدمة كبيرة قوي، مش حاضر انسى لقاله ومش حاضر اعيش معاه بعد ما انكشفني على حياته. الكلام ده معناه اني حصل شرخ كبير قوي جواكي من ناحيته، وجوازكو بقى في خطر. ايوه ريم، جوازنا بقى في خطر. ارتباطي بمدحت اصلا من البداية كان اكبر غلط، بس معلش الغلط ده لازم يتصلح. مدحت تعال، انا عايزك. تعال اقعد. خير؟ ايه ده انت شارب خمره؟ خمره ايه بس؟ واحد صاحبي عزمني على عرقسوس في الشارع. عرقسوس؟ عموما تشرب اللي تشربه، انا ماليش حكم عليك. صح يا عمي، في حاجه تانية حضرتك عايز تقولها لي؟ ايوه فيه. خير؟ بخصوص الكلام اللي انت قلته لميرفت في اوضتها عن الميراث وعن حقوقها الكلام اللي حماتك سمعته وجرى اللي جرى. الله 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 الله، هو في ايه يا عمي؟ هي حماتي كانت بتتصنط علينا ولا ايه؟ الحاجه ما بتتصنطش على حد، هي سمعت الكلام ده بالصدفه زي ما انا سمعت كلام كتير قوي بالصدفه. على فكره انتوا مش عايشين لوحدكم في البيت ده. طب وحضرتك يعني شايف اللي انا قلته لمراتي ده في حاجه غلط؟ لا بالعكس، انت كزوج لازم تحافظ على فلوسها وعلى ميراثها. هو ده الكلام المظبوط يا عم؟ فلوس مراتي هي فلوسي. بس ده بقى لما يكون برضاها. طب ما هو برضاها طبعا يا عم، هي ميرفت بس اللي مش عايزه تفتح لكم السيره. وبعدين انا من حقي يعني انصح مراتي. بس اللي مش من حقك انك تجبر مراتك على انها تحجر على امها، وبما انها ما فتحتش السيره معانا معنى كده انها مش موافقه على كلامك، وانت ما تقدرش تجبرها على انها تعمل حاجه مش عايزاها. يا عمي انا ما بجبرهاش، انا بقول رايي وده من حقي. هو انا كل ما اكلمك تقول لي حقي؟ اللي مش من حقك انك تعصيها على امها. امها دي لما وافقت عليك كانت بتشتري الراجل لبنتها، ولا انت مش معايا في كده؟ قرايه يا ست ميرفت، راح تشتكيني لامك والجوز امك؟ انا ما اشتكيتش لحد يا مدحت، انت اللي عمايلك بقت على المكشوف وكلامك بقى زي السم. كده 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 كده، واكتر من كده كمان. طب يا ستي حقك عليا وما تزعليش. انا لا عايزه منك حق ولا باطل، ولو سمحت بقى ابعد عني. الله 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 الله، انت بتزقيني كمان يا ميرفت؟ لو سمحت يا مدحت انا مش طايقه ريحتك، وبصراحه ما بقتش طايقاك انت كمان، كفايه بقى اللي انا فيه. خساره والف خساره، وانا اللي كنت فاكر ان حبنا اقوى من اي حاجه في الدنيا واللي عليها. حبنا مدحت دلوقتي مش وقت مناقشات، يا ريت بقى تسيبني في حالي خالص. حاضر يا ميرفت، انا هسيبك لحد ما تهدي وتروقي على الاخر، بس بعد كده يا ميرفت هيكون لينا مع بعض كلام تاني. يا جمال يا تفيدة يا مفيدة، انت يا اسمك ايه؟ هي راحت فين؟ ما بتردش ليه؟ ما انا لازم الاقيها. ايه ده؟ انت نمال؟ امال؟ قومي اصحي اصحي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت فين؟ انت فين يا رمز الجمال والالهام؟ كنت نايمه يا ساعه البيه وانت قلقت نومتي. طب قومي قومي وصحصحي وابشعي. اديني قوم. بقولك ايه، اعملي لي قهوه قهوه دبي وحصليني على جوه. ها تاني.
تعالي. نعم. استني، روحي اقعدي على الكنبه ديت. لازم يعني السعادي؟ ما تنعشيش، نفذي اللي بقولك عليه. حاضر. هاديني قعدت، بس يعني الجلابية دي مش الديكور. اسمه راكور يا جهلة. يعني اقوم اغيرها والبس دوكها؟ مش عايز جلاليب، لا دي ولا دوكها. امال عايز ايه؟ حيرتني. اقلعي. اقلعي الجلابية. ايه؟ اقلع ازاي يا بيه؟ مالت. يا لهوي، كما ولدتك امك. قلتلك اقلعي. يا راجل عيب، اختش. الفن ما فيهوش خشب. الكرف بالعبط ده، الدوران، رمز الجمال والولادة والخصوبة، ها لازم أشوفه بعيد بعيد. ينقلوا عنك يا بعيد، يا راجل يا مهبوش بمخك. أنا فنان. اغرق في فنك لوحدك. أنت إلهامي. وأنت من أخويا. وأنا مش هسيبك. إلعي. أنا هصوت وألم عليك الدنيا، يا راجل خلي عندك خيشة، أوعى كده يا لهوي. غبية. مش عارفة مصلحتها والفن بريء من أمثالها. مين اللي بيجي الساعة دي يا رب؟ بص مين اللي على الباب؟ أنا نسمة يا ست جمالة. تفتحيلي. نسمة؟ خير يا حبيبتي؟ أنا آسفة يا أختي إني صحيتك من النوم. لا يا حبيبتي ادخلي ادخلي. قولي يا أختي، أنت إيه اللي جابك ليا الساعات؟ الراجل طلع مجنون رسمي. يا أختي دي حاجة معروفة مش جديدة. ده عايز نقلع هدومي. مال مالتي يخرب بيته، هو طلع منهم؟ أيوة يا أختي، عايز يرسمني إن أنا بطني مجننة على الآخر. بطنك؟ أيوة يا أختي بطني، والدوران ورمز الأمومة وكلام من ده مش فاهماه. يا دي الأذائية، يعني أنت خلاص سبتيهم ما أنتش راجعة تاني يا نسمة؟ أيوة خلاص مش راجعة، مش راجعة هناك أبداً، ده الراجل ومراته مجانين على الآخر. جيت للحق يا أختي، كلامك مظبوط، ده الجيران ياما اشتكوا وقالوا إنهم كتير بيروحوا يتعالجوا. يا لهوي، هما كانوا بيتعالجوا؟ ومش مرة ولا اتنين، لا ده رايحين جايين على مستشفى المجانين مكنه. وانت كنت عارفه الكلام ده كله استجمالات؟ يا اختي بصراحه انا كنت عارفه بس ما رضيتش اقول لك. مش واجب كنت تبلغيني بردك؟ ما انا يا اختي ما رضيتش اقول لك، قلت عشان تراعي لقمه عيش. لقمه عيش ايه؟ قطعت لقمه العيش اللي تيجي بالشكل ده، والحمد لله انا خرجت من عندهم سليمه قبل ما كانت تحصل مصيبه. انا ما اعرفش يا نسمه بصراحه، هي مالها ملطشه معاكي كده ليه؟ والعمل ايه يا ست جمالات؟ العمل عمل ربنا. يا اختي العمل عمل ربنا. انت تقعدي عندي يا اختي لحد كده ما ربنا يسهل واشوف لك شغلانه ثانيه. مالك يا اختي في ايه؟ مش عارفه يا ست جمالات، الواد ما انه بيرفس. يا اختي سيبيه يرفس براحته، ده بانه تعبان. يا اختي هيتعب من ايه ده بعد الشر؟ بقول لك ايه، انت تهدي كده يا حبيبتي عقبال ما اعمل لك حاجه تشربيها. كبدي عليه، ده بانه حاسس بالغلب اللي انا شايفاه بدنيتي. كان مستخبي لي كل ده فين؟ كان مستخبي لي كل ده فين يا رب؟ حطيتوا الشنط كلها في العربيه ده، ما سيبتوش حاجه؟ وشنطه الست حضرت لك كل لوازمها يا بيه. يلا بينا يا ميرفت عشان نلحق نروح المستشفى ونطلع المطار. حاضر. عليكم لما توصلوا بالسلامه تتصلوا بيا وتطمنوني. طبعا طبعا، يلا بينا. يلا. ولما هانم تعمل العمليه وتكون بالسلامه برضه تبلغوني ان شاء الله. وجوزك فين؟ مش هيجي معانا المطار؟ مش عارفه يا عم. يعني ايه مش عارفه؟ والله ما اعرف. يلا بس فين عشان ما نتاخرش. يلا مع السلامه. تروحوا وترجعوا لنا بالف سلامه يا رب. ايه ده؟ ماما راحت فين؟ خزر يا بنتي، لسه في تحاليل لازم تتعمل. صباح الخير يا جماعه. صباح النور يا دكتور. احنا خلاص جاهزين، يا دوبك نلحق نوصل المطار. انتوا وديتوا منيره فين؟ الحقيقه حاجه وعدان، ربنا مش راضينا بالسفر. ليه يا دكتور؟ ايه اللي حصل؟ منيره فين يا دكتور؟ مدام منيره مالها؟ البقاء لله. ايه؟ ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله يا دكتور؟ الحين يا ست جمالات، الحقوني يا ناس، مش قادره. في ناس حريني. في حريني يا ست جمالات. بيروح وين يا اختي؟ ايوه يا اختي. بطل، مش قادره استحمل. استحملي يا اختي استحملي، انا اروح اجيب لك ام فرج الدايه. لا استحملي يا اختي استحملي. اتفضلوا حضراتكم. شكر الله سعيكم، ما نجلكوش في حاجة وحشة.
شد حيلك يا وهدان بيه، اهو ده حال الدنيا، هي كده مهما عشنا فيها لازم نفارق. عندك حق. صحيح الفراق صعب، خصوصا لما يكون حد عزيز على قلوبنا، بس هنعمل ايه؟ مفيش بايدنا حاجه غير الصبر. ربنا يصبرك ويصبرنا على المصاب الاليم ده يا رب. واعذرني، ارجوك تعذرني ان انا جيت اقدم واجب العزاء متاخر، بس والله انا ما عرفت الخبر الاليم ده الا النهارده، ومن ساعتها سعادتك ما تتصورش انا قلبي حزين قد ايه من ساعه ما سمعته. كان الله في العون. يا سلام يا سلام على الهانم الله يرحمها، كانت تتحط على الجرح يطيب. طب والله انا طول فتره خدمتي معاها وانا اللي بيني وبينها كل ود واحترام متبادل. الله يرحمها. الله يرحمها ويلهمكم الصبر وسلوان، وانا برضو يا باشا في الخدمه اي حاجه وفي اي وقت سعادتك تؤمر بيها هتلاقيني قدام سعادتك في لحظه. كتر خيرك يا بهجت وشكر الله سعيكم. شربت قهوتك؟ الحمد لله متشكر قوي. طب استاذن انا عمي. اقعد يا مصلح، في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. طب استاذن انا بقى واهتم بيه. ليه ما بدري؟ بدري من عمرك يا فندم، معلش عشان اسيبكم يعني تقعدوا براحتكم. عموما شكرا على بجيتك. لا يا فندم ده واجب. لا ده انت عملت الواجب واكتر كمان. شكرا يا فندم، سلام عليكم. مع السلامة. مش الجدع الخانقة ده؟ شو وطي حسك، بتعلي حسك ليه؟ مش ده الجدع الحرام اللي انت طردته يا عمي؟ ايوه هو. ولعين يجي لحد هنا؟ ايه ده محيك بقى. اسمع بقولك، انا عايزك تسلم لي على الحاج ابو اسماعيل وتشكره على اللي عمله معايا. من عناية يا عمي يوصل. اللي قول لي يا عمي، هي ست ميرفت عامله ايه دلوقتي؟ والله يا ابني لسه على حالها من ساعه اللي حصل، الصدمه كانت شديده ما كانتش هينه، واديني بحاول اصبرها واصبر نفسي معاها. الف رحمه ونور عليك يا ست منيره هانم، الف رحمه ونور. الله يرحمها ويدخلها فسيح جناته وتكون من نصيبها. وانت يا ابني يا مصلح مش محتاج حاجه؟ كتر خيرك يا عمي، خيرك مغرقني. والبنت في ريال مراتك كويسه؟ زي الفل، وكمان حامل يا عمي. كده ألف مبروك يا مصلحي، ويتمم لها على خير إن شاء الله. أدخل. ازيك يا ميرفت حبيبتي؟ الحمد لله يا عمي، اتفضل. خليكي مستريحة. اتفضل يا عمي. ما تتعبيش نفسك. انت ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. يعني انت كويسه؟ كويسه الحمد لله. يعني اقدر اتكلم معاكي في كلمتين صغيرين كده؟ اتفضل يا عمي. مدحت يا بنتي. ماله مدحت؟ يعني من ساعة وفاة المرحومة وهو سايب البيت، انا عايز اعرف الوضع ده هيستمر لغاية امتى. مدحت انتهى بالنسبة لي يا عمي، وانا لما قلت له يسيب البيت ما كنتش بقوله يسيبه كده ويرجع. لا مدحت خلاص ما بقالوش مكان في حياتي ابدا. يعني انت مصممة على الطلاق؟ ايوه، وده قراري وده اللي انا فهمته له ومش هرجع فيه. انت متاكده باللي انت بتقوليه ده؟ جدا. جوازي من مدحت كان اكبر غلطه في حياتي، وجه الوقت عشان اصلحها. حاضر يا حبيبتي، كل اللي انت عايزاه انا هعمله لك، ما تشيليش اي هم، بس انا عايزك بقى تخرجي من اوضتك وبلاش الحبس اللي انت فيها دي. معلش يا عمي انا كده مرتاح. بس انا مش مرتاح ولا عاجبني اللي انت فيه ده. لحد امتى هتفضلي حبسه نفسك الحبسه دي؟ والله ما انا عارفه. موت ماما الله يرحمها سد نفسي عن كل حاجة. أنا مش مصدقة لحد دلوقتي ماما راحت ومش هشوفها تاني. وحشتني قوي يا عمي، ماما وحشتني قوي. عارف يا بنتي إن الفراق صعب ومر، بس مش معنى كده إن إحنا نقعد ونقفل على نفسنا، ده حتى ربنا ما يرضاش بكده. مش بإيدي يا عمي، مش بإيدي. أنا كمان حزين، ويعلم ربنا قد إيه أنا مجروح لفراقها. يا ريتني كنت أقدر أفديها بعمري. انت ما تعرفيش المرحومه كانت غاليه عندي قد ايه. عارفه يا عمي عارفه. بس يا حبيبتي هي دي سنه الحياه، ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا كده، حياه وموت، واحنا لازم نقبل اللي ربنا كتبه لنا بنفس راضيه ونعمه بالله. واوعي تفتكري كمان والدتك فرقتنا بجسمها وحسها اللي كمل الدنيا انها ما بقتش موجوده معانا. لا دي موجوده وهتفضل موجوده طول ما هي في قلوبنا وطول ما احنا فاكرينها. وانا عمري ما هنساها ابدا. ومين يقدر ينسى الغاليه؟ ادعي لها يا بنتي واطلبي لها الرحمه. الله يرحمها الله يرحمها. بسم الله ما شاء الله، الواد طالع زي القمر، ربنا يخليه لك يا حبيبتي. ان شاء الله يخليك يا ست جمالات، يتربى في عزك ان شاء الله. ربنا يخليك يا ام فرج. يلا يا حبيبتي تعبناكي معانا. ايه ربنا يخليك يا رب. اهلا وابوك كان عايش، الدنيا كلها ما كانتش هتبقى زي عامل فرحه. يا وليه امسكي بقى ما تبقيش طماعه.
اعوذ بالله. الهي ربنا يبارك لك فيه يا رب ويرزقك برزقه يا قادر يا كريم. يو انت بتعيطي ليه يا نس؟ مخصى عليكي، انت مش عارفه كده يا اختي انك بتاذي الواد ولبنك يتعكر. الواد صعبان عليا، اكمنه طلع للدنيا من غير له اب يحميه. ما تقوليش كده يا اختي، ربنا يخليكي ليه، انت هتبقي امه وابوه كل دنيته. بس انا عايزاكي تشدي حيلك كده وتبقي كويسه. بقول لك ايه يا اختي، انا حسبته مفرج من معايا. كتر خيرك يا ست جمالات. ما تقوليش كده يا اختي، اللي معاه يدي اللي ما معهوش. وبعدين يا اختي ان شاء الله تشد حيلك كده وتبقي كويسه عشان يا اختي تسددي الفلوس اللي عليكي اللي اتصرفت واللي لسه هتتصرف. من عيني والله، ده انا لو كان ليا اخت ما كانت هتبقى في حنيتك يا ست جمالات. ما تقوليش كده يا اختي. بقول لك ايه، انت ناويه بقى تسمي المحروس ده ايه بالصلاه على النبي؟ اغلى الاسامي هسميه اسم المرحوم ابوه جلال. اهلا يا مدحت. اهلا يا عمي. استحضرتك. استغفر الله. اقعد. خير؟ خير طبعا ان شاء الله يا عمي. الحقيقه يا عمي انا جاي لحضرتك النهارده وكلي امل وعشم في حضرتك انك تقف جنبي وتسندني يا عمي. الحقيقه من ساعه ما سبت البيت ولا عارف اشتغل ولا عارف اكل ولا اشرب ولا انام ولا عارف اعيش يا عمي، وعلى طول بفكر في ميرفت. بحبها يا عمي، بحبها ومش قادر استغنى عنها. وانا ايه المطلوب مني؟ يعني يا عمي ان حضرتك بعد اذنك يعني تكون وسط الخير ما بيني وما بين ميرفت. انا عارف قد ايه هي بتحبك وبتقدرك يا عمي، وواثق ومتاكد ان كلمتك مسموعه عندها. انا كمان بحب ميرفت وبعتبرها بنتي بالظبط، وسعادتها عندي بالدنيا وما فيها. عارف يا عمي، عارف والله. وعلشان كده يا عمي انا جاي لحضرتك وكل امل انك تصلح ما بيننا، ولو اني واخد على خاطري قوي منها يا عمي. تصور يوم العزاء بتاع والدتها الله يرحمها ويحسن اليها، هزقتني يا عمي وقالت لي كلام جارح قدام الناس كلهم. عذرها ده سبب الجرح اللي جواها منك وصدمتها في موت المرحومه. وانا عذرها يا عمي ومقدر ظروفها والله، واذا كنت انا شخصيا غلطت فالعفو والسماح من شام الكرامة يا عمي. انا كل اللي طالبه فرصه واحده، فرصه واحده اثبت لها حبي واخلاصي. ده انا بحبها قوي يا عمي، ارجوك تساعدني. كان على عيني يا مدحت، انا اسف. يعني ايه؟ يعني هي مصممه على الطلاق، مع العلم ان انا حاولت معاها ياما انها تغير رايها، لكن مفيش فايده. اللي في دماغها في دماغها. مش ممكن. هي دي الحقيقه، وزي ما دخلتوا بالمعروف تخرجوا بالمعروف، وكل شيء نصيب. لا بقى، انا الكلام ده مع احترامي الشديد لسيادتك احب اسمعه منها هي شخصيا. هو ده رايي وهو ده اللي انا عايزاه يا مدحت. الطلاق الطلاق. طلاق ايه يا ميرفت اللي انت بتتكلمي عنه ده؟ اهدي حبيبتي ربنا يهديكي وفكري كويس. انا فكرت كويس وده اللي انا وصلت له. معقوله ميرفت عايزه تهدي كل اللي بينا؟ عايزه تضيع حبنا؟ شيل ايدك من عليا وما تلمسنيش وما تعتبش البيت ده تاني. تاني يا ميرفت؟ تاني تطرديني؟ معلش يا ميرفت انا عذرك علشان الظروف اللي انت بتمر بيها دي، وعموما انا حاسب لك فرصه تفكري تاني لاني باقي على العشره اللي بينا واحتراما لعمي وهدان. قلت لك طلقني طلقني يا مدحت. ايه ده؟ ما بيحسش؟ ما عندوش دم يا عمي؟ هدي نفسك بس يا ميرفت، هدي نفسك. هدي نفسي؟ انت مش شايف بروده؟ ما تنرفزيش نفسك، كل حاجه هتتم بالراحه. لا البني ادم ده بيضحك علينا ومش هيطلق يا عمي. من فضلك ما تقلقيش، لو عايزه تطلقي هتطلقي. طمني خالص، طول ما انا عايش ما تشيليش اي هم. هيا نسمة، يلا يا حبيبتي عملتلك شوية فول نابت عشان يا أبوكي وتقدري يا أختي ترضعي الواد. كتر ألف خيرك يا ست جمالات. والله يا أختي كان نفسي أعمل لك فرخة، بس تقولي إيه؟ العين بصيرة والإيد قصيرة. كلها نعمة ربنا. يا سلام، أحلى حاجة فيك يا نسمة إنك أنوعة وبترجي بقليلك. مريدي بقليل وعاش يا ست جمالات. معلوم يا أختي، عارفة يا أختي لولا القرشين اللي كانوا معايا ومكسورين كنت احتست في ولادتك دي آخر حوسة. ما تقلقيش نفسك، كل قرش انت صرفتيها ردهولك ان شاء الله. طبعا يا اختي، وانت مش ناويه ترديه ولا انت اكلتيه؟ لا ان شاء الله هردهولك، بس اهم حاجه الشغل. شدي حيلك انت بس يا حبيبتي وخدي بالك من ابنك اليومين دول، وانا وحياتك قبل ما تربعني اكون منزلك الشغل. بس يلا يا حبيبتي عشان الفول ما يبردش، يلا يا اختي كلي، ربنا يكرمك يا رب. انا عايز اتشكر لك يا ايمن انت وكل زملائك على المجهود الكبير اللي انتوا عملتوه في الفتره اللي انا كنت غايب فيها. فندم احنا ما عملناش حاجه غير الواجب، وكله كان بفضل توجيهات حضرتك. في الحقيقه اهتمامكم بالشغل
خلانا نخلص في زمن قياسي. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. أنا بالمناسبة عايزك تدي مكافأة لكل العاملين في الشركة، شهر مكافأة يعني. ربنا يخليك لينا يا فندم وما يحرمناش من سعادتك، ويرحم الست هانم برحمته. الله يرحمها. دي كانت غالية علينا قوي يا فندم. أيوة فعلا، بس هنعمل إيه بقى؟ إرادة ربنا يا ابني. طيب يا فندم، تأمرني بحاجة تانية؟ من فضلك قبل ما تمشي أيمن في حاجة عايز أوضحها لك. خير يا فندم. أنا حقيقي شريك هنا في الشركة بحكم الأسهم بتاعتي. ده غير ميراثي من المرحومة. لكن اللي أنت لازم تعرفه أنت وكل زملائك إن الست ميرفت ليها النصيب الأكبر من ميراثها من مرحومة والدتها، ده غير المرحوم والدها. يعني في النهاية هي هنا الكل في الكل. مفهوم؟ يا سلام يا ريم، هو في الدنيا زي عمي وهدان طيب وحنين وقلبه كبير؟ أنا مش عارفة من غيره كنت عملت إيه. ياه، للدرجة دي بتعزيه ميرفت؟ وأكتر كمان يا ريم، عمي وهدان بحس إنه أبويا اللي من لحمي ومن دمي، وهو كمان بيعاملني زي بنته بالظبط وبيخاف عليا قوي يا ريم. يا سلام، ده من حظك يا ميرفت إني والدتك الله يرحمها اتجوزت راجل بالشكل ده. الله يرحمها، كانت حاسة ومتأكدة إن عمرها هينتهي، وكانت عايزة تطمن عليا وتسيبني في إيد أمينة. بس أنتي عارفة يا ريم، أنا حاسة إني غلطت في حق ماما قوي. ليه يا حبيبتي؟ لأني ما سمعتش كلامها وصممت على جوازي من اللي ما يتسمى. لا يا ميرفت، شيلي الفكرة دي من دماغك وما تحسسيش نفسك بالذنب. ما هي برضو الله يرحمها وافقت على جوازك منه في النهاية، وكان برضاها، كان من وراء قلبها عشان ترضيني. ده حتى عمي وهدان هو اللي أقنعها إنها توافق على الجوازة دي، وأنا للأسف طلعت غبية وما كنتش فاهمة حقيقة مدحت. يا حبيبتي، ده نصيب وكان لازم تشوفيه وتعيشيه، والحمد لله إنك فقت نفسك في الآخر. بس للأسف فقت متأخر قوي. مش مهم، المهم إنك خلصتي منه من غير ما يكون في طفل يربط بينك وبينه. أنتي مش قلتيلي إنك طلبتي منه الطلاق؟ أيوة، لكن البيبي ينورني فاكرني ممكن أتنازل عن قراري وإني هبلة زي زمان وحبدأ أفتح معاه صفحة جديدة. لكن لأ، أنا عارفة إنه ما يهمهوش غير الفلوس، الفلوس وبس. بس أنا ما يهمنيش غير الطلاق، الطلاق وبس. هو أنا مش هطلع دلوقتي يا سهام، حتى لو مشيت على السقف بإيديها ورجليها. يا مدحت، البت خلاص هرشتك وعرفت نيتك. يا حبيبتي، البت بتحبني. ده كان زمان، دلوقتي لأ. البت كانت بتحبني ولسه هتفضل تحبني وهتفضل تحبني طول عمرها، لانها ما تقدرش تستغنى عني. ولما هي بتحبك الحب الفظيع ده كله رافضه لانك تقعد معاها وعايزه تتطلق. هي بس بتقاوح لانها محروقه وحزينه على امها. ما افتكرش الكلام ده لعلمك اكيد بقى، والظاهر يعني والله اعلم انها فاكره انها بموقفها المتشدد ده معايا انها كده بتديني درس، بتسبق يعني علشان لما نرجع لبعض ما فاتحهاش تاني في موضوع الميراث، وهي كده كده هترجع لي، ساعتها بقى يبقى حلها الف حلال. بصراحه يا مدحت بقى انا مش عارفه اقول لك ايه، انا حاسه انك انت عايش في حلم كبير. وهقدر احققه وهعمل المستحيل علشان احققه. ما هو كمان ما ينفعش اسيب الجمل بما حمل، ابقى عيل برياله مش كده ولا ايه يا قطه؟ احتمال. نقيت الرز يا نسمه؟ قربت اخلص اهو. والواد نام يا اختي؟ بعد غلب الحمد لله. اصل انا بصراحه يا نسمه قلقانه عليكي قوي يا اختي، الاول كنت بتقولي انما دلوقتي يا كبدي معاكي عيل، وتربيه العيل مش بالسهل. ربنا يعني على تربيته، انا مش هخليه يحتاج ايتها حاجه ان شاء الله. لا يا ربنا ينولك اللي ببالك يا رب، مع العيشه يا اختي بقت صعبه وما بقتش بالسهل زي الاول. هجوع واكله وهشق عليه ليل نهار عشان هو يرتاح. امال ايه يا اختي، ما هو الدنا غالي. بس برضه اقول لك حاجه، انت برضه يا اختي محتاجه سكن وعفش وفلوس واللازم منه يعني. وبعدين معلش يا نسمه، انت مش هتفضلي قاعده عندي العمر كله. طبعا يا ست جمالات، وده معقول برضك هقعد عندك على طول؟ يا بخت من زر وخفف، وانا واحده عندي نظر، لازم يكون لي مكان يلمني انا وابني. يا حبيبتي بيتي هو بيتك، انا يا اختي مش بقول لك كده كمني متضرره منك ولا حاجه، لا لا، انا بس يا اختي بوعيكي عشان مصلحتك. عارفه يا ست جمالات، والله اللي انت عملتيه معايا ما تعمليش اخت مع اختها، بس والنبي شدي حيلك وشوفي لي شغلنا بسرعه ينوبك سواك. اديني بدور لك يا نسمه، ما اعرفش يا اختي ليه المره دي الدنيا مقفله في وشي، وكل ما اروح بيت الاقي عندهم شغاله، واللي ما عندهمش ما معهمش فلوس يدفعوا. يبقى ربنا لسه ما اذنش، بس فرجه قريب ان شاء الله. تعيشي وتفتكري يا حبيبتي. تعيشي يا عمي. ان شاء الله بينا نمشي بقى. مش قادره اسيب ماما لوحدها يا عمي، نفسي ابقى قريبه منها على طول. مين قال لك انها لوحدها؟ والدتك دلوقتي في ملكوت تاني، في عالم نظيف،
جميل، كفاية إنها بين إيدين الله سبحانه وتعالى، وفي أجمل من كده؟ كلامك بيريحني قوي يا عمي. هي دي الحقيقة، والدتك دلوقتي عايشة في الحقيقة، إحنا اللي عايشين في الحلم، وفي يوم من الأيام هيبقى في الحقيقة معاها. يلا نشفي دموعك ويلا بينا بنمشي. تعرف يا عمي أنا نفسي في إيه دلوقتي؟ قولي لي كل اللي نفسك فيه وأنا هحققه لك. نفسي نعمل صدقة جارية على روح ماما. وتفتكري دي حاجة تفوتني؟ أنا عملت كده فعلا. يلا أنا هعمل كل اللي يريحك. يلا بينا. هو البي عمي قال انه هتأخر قوي كده؟ في الحقيقة ما عنديش فكرة. طيب انا للأسف مضطر امشي دلوقتي، لو سمحتي لما يجي بلغيني انا جيت، وانا بعد كده هبتصل بيه بالتليفون. تحت امرك يا استاذ مدحت. السلام عليكم. عمي اهلا اهلا يا عم. انت هنا من امتى؟ والله انا هنا من بدري. في حد سأل عليا؟ مندوب مصنع الحديد والاستاذ محمود من وزاره الاسكان. قول للخلف يعمل لي فنجان قهوه. تحت امرك يا فندم. تعالى معايا. اقفل الباب وراك. اتفضل. متشكر يا عم. خير؟ في الحقيقه عمي انا حزين جدا من موقف ميرفت معايا، لاني ما كنتش اتصور ابدا ان كل ده يحصل منها. انا يا عمي انا يرضيك ويخلصك يا عمي اللي هي عملته فيا؟ اذا كنت انت حزين قرات فانا حزين 24 قرات، لان الامور وصلت بينكم للدرجه دي. انا اكتر واحد بيكره الطلاق، لان قبض الحلال عند الله هو الطلاق. عداك العيب يا عمي، هو ده الكلام المظبوط. بس لما العشره تبقى مستحيله بين الزوجين يبقى الطلاق هو الصح. ايوه عمي، بس انا شايف ان حياتي مع ميرفت ما هياش مستحيله. بس بقت مستحيله بالنسبه لها. لكن انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها. لكن هي استغنت يا اخي. ايوه عمي، لكن يعني شوف بقى مدحت، ميرفت جرحها كبير قوي منك، وهي مصممه على الطلاق ومش عايزه ترجع فيه. بس البركه فيك انت برضو يا عمي، هي بتحترم رايك وحضرتك تقدر تقنعها. حاولت وما امكنش. اضغط عليها شويه. الا في دي حياتها وهي حره فيها، ولا انا ولا اي مخلوق من حقه ان هو يتدخل في حياتها الخصوصيه. يعني ايه بقى الكلام ده يا عم؟ يعني تنفذ لها رغبتها وتطلق، وهي مش عايزه منك اي حاجه، لا نفقه ولا مؤخر، وهتبريك من كله. بس ده صعب عليا قوي 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 يا عم. للاسف ما قدامكش غيره، والمعروف سيد الاخلاق، طلقها بالحسنى وكل واحد يروح لحاله، ويا دار ما دخلك شر. بس انا بقى مش هطلق يا عم، وهفضل متمسك بميرفت لاخر يوم في حياتي. طب وبعدين؟ هي بقى خلع يا عم. عايزه تخلعي يا ميرفت؟ وانتوا اللي تخلعوا من الدنيا كلها، مش هتاخر. طب اقعدي اقعدي. حاضر. هو في الحقيقه موضوع الخلع ده جه مصلحه ستات كتيره كانت بتتعذب مع جوازها. مش احسن من ان الست تفضل عايشه طول عمرها مع واحد بتكرهه وتتبهدل في المحاكم سنين طويله؟ معلوم يا بنتي معلوم، واديكي اللي عايزه منه حاجه ولا بتلزميه باي حاجه. انا كل اللي انا عايزاه منه يا عمي ان انا اخلص منه النهارده قبل بكره. خلاص يا حبيبتي، اذا كان ده اللي انت عايزاه انا هتصل بالمحامي اخليه يبتدي الاجراءات. يبقى انت كده ريحتني يا عم. يا حبيبتي انا ماليش غيرك، كل اللي يهمني راحتك وسعادتك. ده موضوع خلصنا منه، في موضوع مهم جدا بقى عايز اكلمك فيه. خير يا عم؟ خير يا بنتي. متهيألي بقى يا ميرفت جاء الوقت اللي انت لازم تعرفي فيه كل حقوقك. حقوق ايه يا عمي اللي بتتكلم عنها؟ الشركه والارض الزراعيه والفلوس اللي في البنك. حقوقك من ميراثك من والدك ووالدتك الله يرحمها. وحضرتك شايف ايه؟ انا شايف انك تقعدي مع المحامي وتشوفي كل الاوراق والمستندات وكشف حساب البنوك وتعرفي كل حاجه. وان قلت لك اني ما بفهمش في الحاجات دي، من بكره هتقعدي مع المحامي وهو اللي هيفهمك كل حاجه، واكيد هيكون امين على مصالحك وحقوقك. بس انا متاكده اني مش هلاقي حد امين على مصالحي وحقوقي اكتر منك يا عم. وانا من النهارده بسيب لك كل حاجه بين ايديك، وانا واثقه ان اللي في ايديك النهارده بكره هيزيد اكتر واكتر. ايوه بس يعني عمي وهدان، انت حاجه كبيره قوي في حياتي، ومكانتك جوه قلبي من مكانه بابا الله يرحمه، يعني بعتبرك ابويا، وبيتهيالي مفيش حد هيخاف على مصلحه بنته اكتر من ابوها. وانت والله في مكانه المرحومه بنتي، وحاسس ان ربنا عوضني عنها بيكي. وانا ماليش حد غيرك في الدنيا دي يحميني بعد المرحومه ماما الله يرحمها، وانا عمري ما هتخلى عنك ابدا لاخر يوم في عمري. جري يا ست ناس، جري يا حبيبتي.
جرى يا اختي؟ انا مش عارفه انام يا اختي من دوشه الواد. انا مش عارفه فيه ايه بس. بقول لك ايه، انا شغل المداديه والجنان ده انا بطلته من زمان، لا ليا في العيال يا اختي ولا قلبة الدماغ دي، انا خلاص انا مجنونه لوحدي. معلش حقك عليا، اديني بسكته اهو. بقول لك ايه يا اختي، قومي شوفيه كده يمكن عنده مغص ولا حاجه، اغلي له شويه كراويه، ادي له اي حاجه تخمده. عملتها له سقيتها له بردك ما سكتش. اتشرفي يا نسمه، انا هتجنن يا اختي، انا مش بتاعه كده. معلش يا ست جمالات، اديني هسكته اهو، سكت اهو. اف ده كان صوته هيجنني. انما قوليلي انت رجعتي من بره وما قلتليش عملتي ايه في حكايه الشغل. ما انا يا اختي لو كنت لقيتلك كنت قلتلك، انما يا اختي محدش عايز يشغل واحده معاها عيل. وانا ممكن ابقى اسيبهولك واروح اشتغل. نعم نعم يا اختي، تسيبهولي فين يا اختي؟ بقولك انا مجنونه لوحدي، هو انا ناقصه امداديه يا ربي؟ طب والعمل؟ العمل عمل ربنا يا حبيبتي، انا خلاص عملت اللي عليا وفاضيه. اتصرفي بقى انت وابنك، اتصرفي. حاضر يا ست جمالات، حاضر يا رب. يعني انت عايزني اعمل ايه دلوقتي بالظبط يا عم؟ ترفضي الوضع ده وتفهميه كده بصراحه يا ميرفت. يا ميرفت وهدان ده راجل غريب، ومهما كان ما يصحش يقعد معاك في البيت ده، حيالله كان جوز امك وامك ماتت الله يرحمها. عمي وهدان مش غريب يا عم. لا غريب، وازاي كمان تسلميه حقوقك كلها انه يتصرف حقوقك وفي مراسك؟ لانه امين عليا. بلا امين بلا كلام فارغ، ده راجل دحلاب ونصاب، ولو سبتيه بحبل على الغارب هياكلك وينهبك. لو سمحت يا عمي ارجوك ما تقولش كده. هي دي الحقيقه، ومحدش عارف كمان راجل غريب قاعد معاكي يعمل معاكي ايه وانت لوحدك. من فضلك يا عمي انا محبش اسمع الكلام ده، عمي وهدان بيعتبرني بنته وانا بعتبره ابويا. ابوكي مات وراجل غريب زي ده ما يصحش يقعد معاكي. يعني امشيه من الفيلا يا عمي؟ معقوله الكلام ده؟ هو لو كان عنده دم كان مشي. عمي وهدان له في الفيلا زي ما انا ليا، وده حقه الشرعي. خلاص يبقى الفيلا دي تتباع وتيجي تعيشي معايا. الفيلا دي لا يمكن تتباع ابدا بعد المرحومه ماما، ده على جثتي. يعني ايه الوضع ده هيستمر زي ما هو؟ ايوه يا عمي، لاني مش شايفه اي ضرر في وجودي مع عمي وهدان، بالعكس انا بحس معاه بالاستقرار والحنان والامان. ما ينفعش اعيش انا في ناحيه وهو في ناحيه تانية. للدرجه دي قدر يلعب بدماغك زي ما لعب بدماغ امك واثر عليها وخلاها تتجوزه؟ ماما الله يرحمها هي اللي طلبت منه الجواز، واختيارها كان في محله 100%. لا انت يظهر مفيش فيك فايده. ريح نفسك يا عم، ومفيش داعي تشغل دماغك بيا. يا ميرفت انا عمك اخو ابوكي، وانا الوحيد اللي من حقي احافظ عليكي وعلى مالك. حضرتك عمي على عيني وعلى راسي، بس انا كده مرتاحه ومش هغير رايي. انا عارف ان مفيش فايده من الكلام معاكي، دماغك ناشفه زي دماغ امك. انذار؟ ايوه ستي، الهانم بعتلي انذار على قد محضر، رفع عليا قضيه خلع سوق. خلع؟ ما انا قلت لك من الاول طلقها، على الاقل كنت طلقتها بكرامتك. ما تتصوريش الموضوع ده مضايقني قد ايه. ولا تضايق نفسك ولا حاجه، فرفش فرفش، اشرب وانسى. انسى انسى يا سامي، انت اتجننتي ولا ايه؟ وانت في ايدك ايه تعمله؟ خلع يعني خسرانه خسرانه، وطالما الهانم مراتك متنازله عن حقوقها يبقى انت قضيتك خسرانه يا مشمش. بس انا برضو مش هعرف على الرايه البيضا. ساعتها هتبقى بتحفر في البحر، ومش هينوبك غير البهدله وقله القيمه. يا سهام الاجراءات لسه ما انتهتش، ولما المحكمه تستدعيني انا هعرف ارد عليهم ازاي، وحياتك وهقلب لها الترابيزه فوق نفخها. ازاي بقى؟ المحامي نصحني ان انا اشوه صوره جوز امها واقول انه مسيطر عليها ومشيها على مزاجه علشان يستولي على حقوقها. وانت بقى اللي هتحافظ على حقوقها وتنجدها من جوز امها. طبعا، لان جوزها وخايف عليها وخايف على مصالحها، لان البنت صغيره ومش عارفه مصلحتها فين. بصراحه بقى انا مش داخل دماغي اللي انت بتقوله ده يا مدحت. بس انا بقى متاكد من الكلام ده، وبعدين في الاخر ده محامي قصاد محامي، هيلعبوا هما الاثنين قصاد بعض في المحكمه. المهم ان انا اللي هكسب في الاخر اسوق، وساعتها البنت ميرفا دي مش هتقدر تفلفص مني، وحياتك انتي لعصورها لحد اخر نقطة فيها. يا دي الأذية، وليه كده بس؟ اهو اللي حصل، وطلعتي من عندهم زيهم زي غيرهم. قفايا يا اختي بيقمر عيش. هي مالها متقفلة كده ليه بس يا ربي؟ والله ما انا عارفة يا نسمة، استغفر الله العظيم يا رب، ده زي ما يكون حد عامل لك عمل بوقف الحال. العمل عمل ربنا يا ست جمالات، يمكن ربنا لسه ما أذنش. والحال برضو يا اختي لو فضل بالطريقة دي برضو على نفس الحال، هيبقى مش اللي هو برضو. وانا برضو بصراحة في حاجات جوايا كده عايزة أقولها لك، بس مكسوفة منك، بس هقولها لك. قولي قولي يا ست جمالات ما تكسفيش. بنتي يا نسمة، نرجس اللي جوزها شغال سواق في السعودية، خلاص يا حبيبتي ناويين يرجعوا يجوا يقعدوا عندي، ولا مؤاخذة يعني انت شايفة ان المطرح على قد يعني. وهم هيرجعوا من السفر امتى؟ بعد كام يوم كده، وانت يعني ما تأخذنيش يعني. عارفة لازم امشي عشان المطرح ما يسعش، وان انا ما ينفعش ابقى وسطيكوا. على عيني وغلاوتك، بس هي الظروف اللي حكمت بكده. وانا مش هتقل عليكي، بس استحمليني لحد بكره. ومعاكي لحد بعد بكره، بس اكتر من كده مش هقدر. ربك يسويها من عنده يا ست جمالات. بعد اذنك بقى احسن الواد بيعيط. خشي يا اختي خشي. هو ايه اصله ده؟
هو انا كنت ناقصاك انت وابنك قطيعه؟ بس يا جلال، بس يا دنار، بس يا حبيبي. والله يا ابننا قلبي بيقول لي انك حاسس بالغلب اللي احنا فيه، بس ما تخافش واوعى تخاف ابدا. طول ما انت في حضني، حضني هو اللي هيدفيك ويحميك من ظلم الدنيا وقسوتها. معلش يا جلال، معلش يا ابني. لينا رب اسمه الكريم، هو اللي هيتولانا برحمته. اللي احنا